لو الحكاية فيها إن فيتو راشد العامري رئيس فرقة معيوف الشعبية لإنشاد الدين من الكويت والفرقة المشاركة في مهرجان سماع الدولي. مبدئيا حابة نتعرفنا على الفرقة، إمتى تكونت؟ الفرقة تكونت أول الستينات، كونها رحمة الله عليه معيوب الجيلي السكر. والفرقة كانت بدايتها مختصرة على الموسيقى اللي هو على العود والكمان، لكن بما أنه صاحب الفرقة من رجال أهل البحر فتم أن يهتم في الفنون البحرية أرشوه التراث البحري أكثر وأكثر فأكثر. أثناء إنشاء الفرقة إنشاء هذه الفرقة واهتمامه حق التراث البحري فكر أن هذا التراث البحري قائم على هم الموجودين الناس الكبار اللي هم عاشوا على الغوص والبحر والأسوار، لكن أفكر أنه لازم يكون أي جيل من بعده يحمل الراية من هذه الفنون. فجمعنا إحنا وعياله سليمان هو الآن اللي ترأس الفرقة فعلا، وعبد الله أخوه من أكبر الفنانين بإذاعات فنية، وكذلك أخوه محمد، فقربهم وكل موجودين كانوا هم صغار شوية وخلاهم يشربون من هذا الفن. كلما توفى الله وراح احنا حملنا الراية من بعده، ظلينا نرعى الأولاد حتى اليوم. سليمان ينعد من أكبر فنانين الكويت بالإيقاعات والموسيقى، وأبو عبد الله وهو اللي الآن معه الشباب، وهو اللي يسيرهم، وهو اللي يقوم في كل الأشياء الصغيرة والكبيرة. الفرق ما بين الفن البحري أو الجيم البحر ولا الفن؟ لا، التراث البحري تراث غني وكبير بإيقاعاته. وبعدين التراث البحري في معاناة، لأن هو أيام أسفار، أيام قوس واللؤلؤ، كلها متاعب ومشقة وأسفار على الهند والمحيط الهندي قبل 6 أشهر أو سنة على سفن شراعية لا فيها مكاين ولا فيها شيء. فاللي يلاحظ التراث البحري يجد أن التراث البحري دائما الكلام مالهم قد يكون بالنسبة لمصر وباقي الدول اللهجة شوية تكون صعبة غير يعني واضحة، لكن هو التراث البحري كله على رجل وأهات وطلب من الله سبحانه الله أن يسهل أموره، يسهل السفينة، لأن ما في إلا الله وبحر، ما في شيء، والسفينة تمشي في البحر 6 أشهر 7 أشهر على إسراع على مكينة ولا شيء. فتلاحظين يعني ست إقامة هذا المهرجان أرسلون، تلاحظين لو أن أحد يفكر شنو الكلام تلاقينا كل أغانيهم مبنية على التراث اللي هو يدعي له المهرجان. وأشكرهم على الحفاوة اللي قاموا فيها بالنسبة للكرة والكم الهائل اللي هي. ثاني شيء يعني يدل دلالة أن استقطاب مصر لهذا المهرجان ولهذه الدول إن كانت أوروبية آسيوية أمريكية شيء الواحد يفتخر فيه. كذلك التنظيم اللي قايمين فيه صراحة مزج عدة دول بعضها بعض وتطلعها بالصورة بهالإيقاعات متناسقة دولة 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 دولة، يدل أن هذا الدكتور في مخ شيء يبي يوصله
من 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 ابداع من من كل شيء. وبعدين ترى الدعوه هذه كانت مسبقه من الكويت، كان وزير السياحه بجانب الكويت لمده سنه او سنتين، واقمنا له احتفال هو بالجاليه المصريه، واقامت الفرقه معيوب هذه الفرقه باحتفال كبير حق الوزير هناك، ودعا الوزير بتنشيط السياحه وتنشيط الترابط الفني، وهذا الثمار اللي كان بالكويت. هذه نتيجة ان اليوم اللي تشوف ويشاهد الفندق هالكم الهائل من هذه الدول وترابطها وتنشيطها وانتشارها، يدل على ان في فكر عشان ينفذ هذه الاشياء، وهذه يعني مو شيء بسيط. وهذا كان نظره حق المسؤولين بهذا الشيء، وانا اشكرهم شكر كبير على الفاضه وعلى الاشياء اللي قاعد يقومون فيها هذه الدول. كذلك الشكر موصول لوزاره الاعلام اللي وعلى رئيس وزير الاعلام اللي خلانا نجي نحضر هذا المهرجان. هي مش غريب علي، يعني اشعر اني بسمع كثير في السياسه التنفيذ. هل في صله؟ نعم، اسم العائله متردد كثير بمصر عشان احنا نشرف على بيت الكويت الاعمال الوطنيه، وهذا البيت في بانوراما تحكي عن تراث الكويت، وتحكي عن ما حصل على الكويت من الف للباء، كل الاحداث اللي صارت على الكويت ايام الرجل. ففي جناح حق مصر هناك وفتحها وزير الداخليه في مصر عشان موجوده، عشان وزير الداخليه فتح الجناح المصري، وفتح فنانين كثير من مصر جو، حتى سميه الخشاب وكل الممثلين مصر جو هناك وفتحوا الجناح مالهم، وهذا يدل على ان مصر لا تتخلى عن العرب. وحنا بعد لنا سابقه ردت مصر الجميل حق الكويت، ان الكويت من اول من شاركت في العدوان الثلاثه على مصر، وضحت بعد في ناس ماتوا من الكويتيين في هذا الغزو، في هذا العدوان الثلاثي. فهي الدور ان مصر ترد هذا، عملت بانوراما حق الجيش المصري بالمتحف من اول ما سافر من مصر حتى دخوله حتى مشاركته في هناك. كذلك اخوي اصغر مني ليد هني في مصر، وكثير ما يطلع في المقابلات في التلفزيون، لذلك زار سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه عن مصر، وقابله، ويعني ترابط الاسم هذا موجود بكثره، يعني على الصله بالرئيس. اي نعم على الصله، ان كان سياحيه ولا سياسيه، رسمه قالوا على احمد الحاضرين نور انتشاشا بارض المدينه، يا الله يا الله يا الله العالي، يا الله يا الله يا الله العالي، يعني كل كلامهم. وبعدين في صلوا على خير النبا والمعجزات محمد نبي يشفع علينا، محمد نبي يشفع علينا، واللي رقى بصابع طباك للعاليات، محمد نبي يشفع علينا، محمد نبي يشفع علينا.